خوتي الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الجمعة مباركة عليكم كاملين الخوت، كنتمنى لكم التوفيق، الله يسر أمركم. مرحبا بنا جداد اللي التحقوا بالقناة. حتى انت أخويا ولا أختي أول مرة تشوفنا، ضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش توصلوا جديد الإعلانات. إذا خوتي غنبارطاجي معكم كما العادة إعلانات بأرقام الهواتف اللي توصلت بهم اليوم إن شاء الله. هاد الإعلانات في مختلف المدن والمختلف المهن والتخصصات. إذن على بركة الله أخوتي، وجدوا واحد الورقة والسيلو وقيدوا هذه الأرقام اللي غنعطيكم وتواصلوا مع المشغلين، كنتمنى لكم التوفيق. إذن على بركة الله الخوت، غنبداو بمراكش، مدينة مراكش. سناك، ماشي سناك عفوا، ريستورون كيقلبوا على سيدة اللي كتكون مختصة في الصنع ديال لي كريب. السيدة كتكون يعني تكون عارفة تصنع لي كريب، يعني لي كريب اللي راه معروفين، تكون متمرسة وذو خبرة في المجال، وديجا تكون خدمات في شي ريستورون ولا عندها ديبلوم في المجال ديال ريستوراسيون. المهم بغاو السيدة اللي تخدم معاهم في المجال انها تصايب ليهم لي كريب. بالنسبة للرقم الاخوان الاخوات ديال ريستورون 06 61 14 09 01، غادي نعاود الرقم 06 61 14 09 01. ديما مدينة مراكش مدرسة خاصة كتقلب على عاملة نظافة، مدرسة خاصة في مدينة مراكش كتقلب على سيدة عاملة نظافة فام دي ميناج، تكون معقولة وتكون عندها خبرة في مجال ديال النظافة. بالنسبة للصالير حتى تمشي معاهم غادي يتفاهموا معاك عليه، بالنسبة للمستوى الدراسي غير مهم، المهم يكون غير المعقول والاجتهاد في العمل. إذا اللي مهتم اتصل بالرقم 06 97 63 31 81، غادي نعاود الرقم 06 97 63 31 81. كنتمنى لكم التوفيق الإخوات أخوات والإخوان. إذا غادي نمشيو لمدينة الرباط، واحد سناك كيقلب على شخص ذكر ولا أنثى اللي كيعرف يصايب السوشي، مختص في المجال ديال السوشي. دونك يلا افتح الأبواب ديالو في مدينة الرباط، كاين بالضبط في حي الرياض. إذا اللي مهتم وعنده مجال يعني خبرة في هذا المجال يتواصل مع الناس في الرقم 06 61 06 09 79. غادي نعاود الرقم 06 61 06 79، أرقام فيه أصفار بزاف. إذا غادي نمشيو دائما مدينة الرباط الإخوان، شركة كيقلبوا على أجون دو سيكيوريتي، يعني أخي إذا كنتي خدام ولا عندك تجربة في مجال ديال أجون سيكيوريتي، كنت ديجا قريت التعليق ديال بعض الإخوان اللي كيقلبوا على أجون سيكيوريتي في الرباط، يمكن لكم تواصلوا مع الناس كيقلبوا فقط يكون المعقول، النيفو ديتيود ماشي مهم. بالنسبة للصالير اللي تشي عندهم غيتفاهموا معاك على الصالير، إذا الرقم الإخوان غتصلوا بالرقم 06 61 11 38 38، غادي نعاود الرقم 06 61 11 38 38. الله يوفقكم الخوت. إذا غادي نمشيو لمدينة الدار البيضاء. إذا الدار البيضاء عندنا ريستورون، ريستورون كاينه في مارينا اللي كاينه جيت عندي اللي يلاه تبنى جديده سونتر كوميرسيال، كيقلبوا على كويزينيير ولا كويزينيير يعني طباخ ولا طباخه باش يخدم معاهم في واحد ريستورون ولا مطعم اللي كاين في مارينا، تكون عندك خبره في المجال ديال الطبخ وتكون معقول ولو خبره في المجال طبيعه الحال. اذا اللي بغى يتواصل مع الناس الاخوان ولا الاخوات اتصلوا بالرقم 06 33 03 45 66. غادي نعاود الرقم 06 33 03 45 66. غنمشيو لمدينه طنجه، شركه متخصصه في المجال ديال التنظيف الزرابي والاثاث المنزلي بجميع الانواع ديالو، تيقلبوا على عامل ولا عامله متمرس او لا متمرسه في التنظيف الزرابي والاثاث المنزلي، تكون عندك خبره في هذا المجال، تكون ديجا خدمتي في هذا المجال ديال تنظيف الاثاث المنزلي،
الى كانت عندك خبره في المجال اخي ولا اختي يمكن لكم تواصلوا معهم. بالنسبه للسالير غادي يكون ما بين 2000 درهم و 3000 درهم، المستوى الدراسي غير مهم، المهم تكون عندك تجربه. اللي بغى يتصل الاخ حمزه، عيطوا الاخ حمزه 06 19 57 13 48. غادي نعاود الرقم 06 19 57 13 48، غادي تسولوا على الاخ حمزه. اذا غادي نمشيو الاخوان، غنمشيو لاكادير. اكادير كيقلبوا بيرسون فون دو ميناج، دونك اكادير كاين عائله، على ما اظن عائله كيقلبوا على عاملات نظافه فون دو ميناج، تكون عندها خبره في المجال ديال التنظيف وتكون معقوله. بالنسبه للصالير الاخوات اللي غيديروا لكم اللي هو ما بين 3000 و 3500 درهم، ما عنديش العنوان ديال 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 السكن، المهم غتواصلوا مع الناس وغادي نعطيو لكم ان شاء الله الموقع فين كاين، يعني الحي فين كاين العمل. اذا الرقم الاخوات اللي هو 06 54 34 07 88، غادي نعاود الرقم 06 54 34 07 88. اذا غادي نمشيو للمدينه الجديده، مصحة كتقلب على مساعدة طبيب ولا مساعدة طبيبة انفيرميير سوانيونت، يعني اد سوانيونت اي انفيرميير، يعني تكون عندك دراية في المجال ديال 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 لانفيرميري، تكوني ديجا خدمتي في هذا المجال. و بالنسبة للمستوى الدراسي يعني غير مهم، بالنسبة عفوا السالير ما بين 2000 درهم و 3000 درهم. إذا اللي مهتم بغا تواصل مع هذه المصحة كاينة في الجديدة كما قلت لكم الأخوات. بالنسبة للأدريس ما عنديش الأدريس بالضبط، يمكن لكم تتصلوا بهم، غادي نعطيو لكم فين كاينين، غادي تعيطوا لمدام رجاء، مدام رجاء الرقم ديالها اللي هو 06 94 30 24 24. غادي نعاود الرقم 06 94 30 24 24. اذا مازال عندنا اعلان، هذا الاعلان حتى عندي واحد لانوس ولكن ما صيفطوش ليا المدينه، لا لكن هذا الاعلان حتى هو في جديده الاخوات، مطلوب عاملة نظافة يكون السن ديالها ما بين 24 و 40 سنة، تكون عندك خبرة في المجال ديال التنظيف. الصالير غيكون حتى هو ما بين 2000 و 3000 درهم. غادي يمكن لكم أيضا تواصلوا مع السيدة رجاء اللي عطاتكم المرة ديالها قبل من هذا الإعلان في المصحة، يعني العمل في نفس المصحة اللي الرقم اللي هو 06 94 30 24 23. مطلوب طباخة منزلية أيضا في مدينة الجديدة، احنا دائما في مدينة الجديدة، السن ديالها ما بين 25 و 56 سنة، تكون ذو خبرة في المجال ديال الطبخ العصري والتقليدي، يعني خبرة العمل تكون تقريبا واحد على الأقل واحد 4 سنين ديال خبرة في هذا المجال. إذا اللي مهتم يمكن لها تواصل أو لا تتصل بالرقم 06 94 30 24 23. غادي نعاود الرقم 06 94 30 24 23. اذا الى كتب الارقام الاخوات والاخوان، الى كتب الارقام معودين سمحوا لي على الصداع، الى كتب الارقام معودين ف كيكونوا من نفس المشغل، كيكونوا من نفس المشغل، يعني كيكون طالبين بزاف ديال التخصصات، لذلك انا كنحط نفس الرقم وكنبقى يعني نعاودوا كل اعلان كنعاود فيه نفس الرقم باش يكون كل شيء واضح، يعني ما تخربقوش. دونك خوتي خواتاتي كنتمنى انكم توكلوا على الله وعيطوا لهاد المشغلين الا كنتو في المدينه اللي حطيت في هذا الفيديو. كنتمنى لكم خوتي الله ينجحكم كاملين والله يسر امركم، وان شاء الله كل واحد فيكم يلقى الوظيفه اللي يقلب عليها، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. مازال غيكونوا اعلانات جاي غنبارطاجيهم معكم اليوم. كان اي سؤال ولا استفسار خلوا لي في صندوق التعليقات، ولا مازال ما شاركتوش شاركوا في قناه وديروا لايك، الله يحفظكم، ديروا لايك
كتساوي لايك الله يجزيكم بخير، اللي دخل يدير لايك الفيديو باش يبان الناس ان شاء الله وتعم الفائده. اذا اخوتي جمعه مباركه، نتلاقاو في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.